آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتشرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس باستضافة نخبة من الأطر والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين على تلبيتهم الدعوة بهذه المدينة العتيقة في هذا اللقاء التواصل الذي يؤطره الإخوين الدكتور إدريس الأزمي إدريسي الأمين رئيس مجلس الوطني للحزب ورئيس مجلس جامعة فاس وكذلك الدكتور إدريس خليل عدوي رئيس منتدى الأطر بالحزب و عضو الأمانة العامة والنائب الأول لرئيس مجلس جهات فاس مكناس. يأتي هذا اللقاء الإخوة الكرام هذا اللقاء التواصلي في إطار الدورة السادسة للأبواب المفتوحة التي دأبت الكتابة الإقليمية للحزب العدالة والتنمية بفاس على تنظيمها سنويا كمحطة من محطات التواصل مع عموم المواطنين والمواطنات والتي تأتي في هذه السنة من 25 دجنبير إلى 29 دجنبير وذلك إيمانا بضرورة قيام حزب العدالة والتنمية بوظائفه الدستورية ومن بينها وأهمها هو الدور تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام ولقد خسرنا شعارا لهذه الأبواب في دورتها السادسة وهو المواطن في صلب العملية التنموية فحزب العدالة والتنمية يرى أن التنمية تتعدى المفهوم التقليدي إلى مفهوم أكثر عمق يقوم على أن الإنسان هو أساس كل إصلاح وبالتالي فجهود التنمية يجب أن تمس الإنسان في أبعاده الروحية والفكرية والسلوكية وهو منطلق التنمية الشاملة التي نرجوها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد حرصنا أن يكون برنامج هذه الدورة يهدف إلى تعزيز سياسة القرب والتواصل كما هو معهود دائما مع مختلف شرائح المواطنين والمواطنات وكان افتتاح الأبواب بالتواصل مع رجال ونساء الإعلام من خلال ندوة صحفية ثم في اليوم الثاني لقاء خاص مع فعاليات المجتمع المدني واليوم نلتقي مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وأطر المدينة وغدا إن شاء الله سيعرف تنظيم ندوة نسائية في موضوع الترسانة التشريعية والحقوقية في خدمة قضايا المرأة الحصيلة والآخر لتختتم هذه الأبواب بمهرجان خطابي يؤطره الأخ الأمين العام سعد الدين العثماني ورئيس المجلس الوطني الدكتور إدريس الأزمي
والاخ الكاتب الجهاوي ادريس البقرعي والكاتب الاقليمي سي محمد خالد البقرعي خالد البقرعي والكاتب الاقليمي للحزب سي محمد الكبير. اضافه الى لقاءات تواصليه يوميه بمختلف تراب عمل الحزب. اخوان اخوات الكرام، اجدد الترحاب بكم واشكركم اشكر لكم مره اخرى تلبيه دعوتنا. وسيتضمن برنامج اللقاء الفقرات الاتيه: عرض الدكتور ادريس قلي عدوي فيما يخص الجهويه المتقدمه بعد مرور 4 سنوات الحصيله والافاق، وعرض للدكتور ادريس ازامي المواطن في صلب العمليه التنمويه واسقاطه على التدبير في جماعه فاس، ثم نفتتح النقاش وتدخلات وتساؤلات للاخوان الحضور والاخوات الحاضرين معنا، ثم الختم وتواليها حفل شاي على شرفكم. وقبل ان اعطي الكلمه للدكتورين الكريمين، احب ان اشير الى اننا نسعى من خلال هذا اللقاء الى تفعيل دور المنتخبين في تكثيف التواصل مع عموم المواطنين وخاصه النخبه المتمثله في الاطر والفاعلين الاقتصاديين، لنستمع لمشاكلهم ومقترحاتهم وهمومهم ورؤيتهم للنهوض بهذه المدينه العزيزه عليهم. اذا لكي لا اطيل عليكم، اعطي الكلمه للدكتور ادريس قلي العدوي لعرض ما بين يديه.